في هذا حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب جمع دابة، والدابة كل ما دب على وجه الأرض. الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الأرض، سواء من ذوات الأربع أو من الزواحف. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. كلهن فاسق، أي أن من طبيعتهن الأذى والعدوان. يقتلن، هذا خبر بمعنى الأمر، أي يطلب قتلهن في الحل والحرم. الأول قال الغراب، والمراد بذلك الغراب الأبقع الذي في بطنه أو ظهره بياض. والثاني الغراب الأسود الكبير. أما الغراب الأبقع الذي في ظهره أو بطنه بياض فهذا قليل من النوادر، الموجود أكثر الموجود هو النوع الثاني الأسود الكبير. هناك نوع ثالث من الغربان، وهو الغراب الأسود الصغير. فالغربان ثلاثة أنواع: الغراب الأسود الكبير، والغراب الأبقع وهو غراب البين، وهذا معروف بالأذية، وهذان محرمان. الثالث غراب الغراب الأسود الصغير، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر يسمى الزاغ، وهذا حلال يجوز أكله، يشبه الحمام. ثانيا الحداءة على وزن عنبة، وتسمى الحدية، وهي ذكروا من خواصها أنها تقف أثناء طيرانها، تقف وهي في السماء الجناح يقف سبحان الله، ولا تخطف إلا من جهة اليمين، وهي مغرمة بكل شيء لونه أحمر، فتخطف اللحم وما يكون لونه أحمر. هذه الحدية في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت وليدة سوداء عند حي من أحياء العرب. تأملوا هذه القصة فيها عبرة. تقول: كانت وليدة السوداء، يعني أمة، عند حي من أحياء العرب، فاعتقوها وبقيت عندهم. فخرجت صبية لهؤلاء القوم، خرجت صبية وكان عليها وشاح أحمر له سيور، فأرادت أن تغتسل، فدخلت المغتسل فوضعت هذا الوشاح إما على صخرة أو نحو ذلك. لما وضعت أتت الحدية فخطفت هذا الوشاح تظنه لحما. لما خرجت الصبية لم تجد الوشاح، أخبرت أهلها فاتهموا الوليدة أنها هي التي سرقت، ففتشوها، قال في رواية: حتى فتشوا قبلها، ما خلوا شيئا من فتشوا. فبينهم كذلك إذ أتت الحدية وألقت الوشاح، فعرفوا أن الحدية لم تسرق الوشاح، فحاولوا أن يعتذروا منها ولكنها كما يقال أبت، فذهبت إلى المدينة، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، يعني بعدما حصل لها من هذا المصيبة ذهبت إلى المدينة فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: قلما جلست عندي إلا وتحدثني فتذكر قصة الوشاح وتقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فهذه مصيبة قدرت عليها لكن كانت العاقبة خيرا. الثالث العقرب، وهي دابة معروفة باللسع، تلسع بذيلها، شوكة في ذيلها تلسع بها. وذكروا من خصائص العقرب أنها لا تلسع الميت ولا تلسع النائم حتى يتحرك منه شيء، وربما لسعت الفيل فأهلكت والجمل فأهلكت. نشوف العقرب صغيرة، فيل تلسعه يسقط ميتا، وكذلك البعير. وأيضا من خواصها أنها إذا لسعت تهرب،
كأنها تفعل فعل المذنب، هذا العقرب. في رواية الحية بدل العقرب. والكلب العقور أي المعروف بالعقر الجرح، يجرح ويعض. هذه خمس دواب النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها: الغراب، الحدأة، العقرب، وفي رواية الحية، هذه أربع، الفأرة خمس، الكلب العقور ست. أضف إليها الوزغ، كما في حديث أم شريك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ، وقال من في حديث آخر: من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة. تكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها كم؟ 7. الست المذكورة في حديث عائشة، ويضاف إليها الوزغ. نعم.